السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة مدريد ألعاب من كل مكان. النهاردة هنشرح شخصية النينجا بتاعتي، برضو بلعب على السيرفر بقالي من 7 لـ 8 شهور. القوة بتاعته 338. الحساب ده زي ما انتم شايفين المستوى 139، فاضل له حوالي 22% ويجيب المستوى 140. ميلادي 2، جودة الاعتاد 44 كله فاخر. المقابس 19 مقبس، فاضل لي قطعة واحدة بس اللي هي القبعة اللسان، اعملها 2 مقبس. الجواهر الفاخرة في 15 جوهرة فاخرة، طبعا في قطعة لسه مخلصتهاش، انا عامل واحدة مجد وواحدة رعد بس، يعني لسه هيزيد في النقط بس في الجواهر دي 4 نقط كمان. وحاول كمان افتح له محاولات الاتنين مقبص، معايا 21591 سي بي اس. طبعا اول ما ينزل المهرجان هعدل الكلام ده خالص، هدخله في يعني الحساب دوت ممكن يعدي في 245 لو نزل المهرجان. العناصر البلاس بس الحساب كله سبعات، في تلات في قطعتين بس بلس 8 وواحدة بلس 12. طبعا دي جت معايا حظ ففرقت معايا جامد قوي. الزيادات الأخرى كنت واخد 5 نقط، الجوائز بلس 7، المشاركات الأخرى 15 نقابة. السائل الصحة زي ما انتم شايفين 33,000، الهجوم 25، الدفاع 8 وشوية. التشيو جينج بتوعه النمر زي ما انتم شايفين 383. طبعا الخانة اللي في النص بتاعت السحر ده انا هعدلها، لكن بعدلها بحرص عشان برضو ما ضيعش التصنيف بتاعي، دي المفروض تيجي حصانة. نفس الموضوع هنا، مناعة ارتياح تكثيف هجوم، زي ما انتم شايفين احنا برضو كده شغال لحد هنا تمام. انا بفكر اشيل الاجتياح دوت واعملها برضو حصانة عشان ما اضربش ضربات جامدة. هنا برضو نفس الموضوع، انا بحاول اطور في الخانات مع الوقت. نروح بقى الجينج، الجينج بتاعه واخد واحد يعني واخد في الهجوم 4500، واخد في المناعة 41.9، يعني حوالي 42%. الاجتياح 64%. أعلى سعر صحة واخد 8925. طبعا الخانات أنا بحاول أخليها فاخر زي ما انتم شايفين، مع الوقت بطور فيها واحدة واحدة. برضه فاتح له 7 صفح بخلص فيهم، والصفحة الثامنة هيت يعني حوالي برضو 300 وشوية مكان. زي برضو ان البنوك بتاعته هتخش تلاقي فيها لفات كتيرة اوي، برضو معاها حوالي بتاع 160 لفة او 130 لفة في الجو دوت. وبرضو حتى بنوك البيت نفس الموضوع. اتمنى ان برضو عندنا هنا المكافآت البطل، قربت برضه اخلص فاضل الثلاث اماكن الاخر. الدولاب برضه بتاع العباءات والمطيه برضه مليان برضه حاجات كتير، انا بعمل مهرجانات، اي مهرجان بينزل بقى اشتغل عليه. التصنيف برضه مليش لسه تصنيف. الطاقه الداخليه برضه فتحت اول ثلاث كتب، لسه ما فيش حاجه جديده، مع 211,000. تكلفة التأثير يعني لو فتحت لأي خانة في أي وقت هقدر أخش عليها وأخلصها. أتمنى إن شخصية النينجا تكون عجبتكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا إعجاب وتشتركوا في القناة وتدوسوا على أيقونة الجرس عشان أوصل لكم كل جديد. كان معاكم قناة مدريد ألعاب، مع السلامة.